إذاعة سلطنة عمان تقدم طبعا بديت القراءة لما كنت صغير. والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ. لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب. إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه، يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان. نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة. يعني الشخص يستخدم عقله وقت الحاجة، لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر. في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها. لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل. القارئ الصغير، القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة، العاشقة للقراءة. يحاول القراء الصغار ويتصفح كتبهم سليمان بن علي المعمري. القارئ الصغير، القارئ الصغير. إخراج سيف بن سالم الجردان. القارئ الصغير، القارئ الصغير. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا إلى هذا اللقاء اليومي مع القراء الصغار. هلال بن داود الشمري، عمري 11 سنة، طالب بمدرسة عبان بشر التعليم الأساسي، ولاية عبري. القارئ الصغير، القارئ الصغير. هلال يهوى القراءة والرسم ويتمنى أن يصبح طبيبا. السلام عليك هلال. عليكم السلام. كيف حالك؟ بخير الحمد لله. أنت الحين جاي من عبري؟ هنا عشان تشارك في برنامج القارئ الصغير، صح؟ صح. جميل جدا. إيش تقرأ أنت بالضبط؟ إيش نوعية الكتب اللي تحب تقرأها؟ قصص. قصص، قصص أنبياء. قصص الأنبياء. من الأنبياء اللي تعرف قصته؟ قصة سيدنا سليمان. إيش قصة سيدنا سليمان؟ قصة سيدنا آدم. سيدنا آدم. أنا أريد قصة سيدنا سليمان. إيش تعرف عنه؟ إنه هو يعني كان مار بجيشه. ونادت النملة على زميلاتها. أنجوا بحياتكم. لا يحطمنكم سليمان وجنوده. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وأنتم لا تشعرون. وسمعها سيدنا سليمان عليه السلام. قال لها لا تخافي. يعني سيدنا سليمان كان يعرف لغة النملة؟ نعم. كان يسمعها. كان يسمعها. إذن هذا أحد الأشياء اللي اشتهر بها سيدنا سليمان، صح؟ جميل. من والد سيدنا سليمان؟ سيدنا داود. سيدنا داود على اسمك، صح؟ أيضا سيدنا سليمان الله سبحانه وتعالى اختصه ب شيء آخر غير تكليم الحيوانات، لغة الرياح. لغة الرياح. أنت ممتاز يا هلال. وبتكلمنا عن أي كتاب؟ كتاب حب الشهادة والشهداء. حب الشهادة والشهداء. تأليف من هذا؟ تأليف الدكتور محمد عمر الحاجي. جميل. حكي لنا عن هذا الكتاب حب الشهادة والشهداء. هو يتكلم عن صبي شاب اسمه عمر. أيوة. استشهد في سبيل الله. وخرج صديقه مهتدي على أصوات البكاء وسيارات الإسعاف. ورأى صديقه حسن. أيوة. سأله قال له ماذا حدث يا حسن؟ قال له استشهد صديقنا عمر في ساحات المعركة سبيل الله. جميل. وإيش الاستفادة من هذا القصة؟ يعني أنه ما نحزن حتى لو استشهد علينا حد، لأنه هو الله يكافئه خير أكثر. صحيح. ممتاز يا هلال، ممتاز. وإيش الكتاب الثاني اللي قرأته؟ علم الفلك. علم الفلك. عن إيش يتكلم؟ عن قدم الفلك عند المسلمين. بعض علماء الفلك القدماء. مثل من؟ مثل ابن سينا. ومحمد بن موسى الخوارزمي. جميل، ممتاز يا هلال. قرأت كتب ثانية؟
أقل. مثل إيش؟ زمزم الماء الطاهر. هذا يتكلم عن ماء زمزم طبعا. تعرف إيش حكاية ماء زمزم؟ عندما كان سيدنا إسماعيل صغير كان عطشان انفجر بئر زمزم، سموها زمزم لأنه لما خرج الماء قال زمزم. جميل، ممتاز يا هلال، ممتاز. أنت مشارك في جماعات في المدرسة؟ هي. أي جماعات بالضبط؟ جماعة مصادر التعلم وجماعة الإدارة الطلابية. جميل، إيش تعمل في مصادر التعلم؟ ننظم الكتب هناك للطلبة اللي يحبوا يستعيروا يعني؟ هي نعم. والإدارة الطلابية إيش تعمل؟ نناقش إيش في مواضيع المجتمعات ويجونا لجنات التقييم. مثل إيش المواضيع اللي تناقشوهن؟ ابتزاز الإلكتروني. إيش قلت في الابتزاز الإلكتروني؟ يعني إنه حتى لو ابتزنا الشخص إحنا ما نفتح له رسالته وبعدين نروح نبلغ الجهات المختصة إنه هذا الرجل ابتزني. ممتاز. قلت لي من هواياتك غير القراءة الرسم، صح؟ صح. إيش ترسم؟ أشياء أتذكرها من الواقع. أشياء يعني أشياء فقط ولا ناس أيضا ومناظر طبيعية وكذا؟ إيه مناطق طبيعية بس أحاول أرسم وجوه الأشخاص. جربت ترسم وجوه يعني؟ بس ما ضبط. ما ضبطت. جربت في من؟ أخوك مثلا؟ أيوة. زين، إيش رأيك تجرب ترسم لوجهي أنا؟ ما أعرف. ما تعرفه؟ طيب، أيضا من هواياتك يعني خبرون أنك شاطر في الكمبيوتر، صح؟ إيه. عندك كمبيوتر في البيت؟ لابتوب؟ عند ولد عمي. عند ولد عمك. إيش تعمل في الكمبيوتر؟ لعب. تلعب. نبحث في جوجل. طبعا في واي فاي ونت، صح؟ أيوة. إيش تبحث في جوجل عن إيش؟ قصص. قصص. في ألعاب بعد الكمبيوتر؟ أيوة. كم جزء حفظت من القرآن؟ جزء عامة. جزء عامة. إيش بتسمعنا من جزء عامة؟ سورة الناس. سورة الناس، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أحسنت يا هلال. إيش أمنيتك تصير لما تكبر؟ طبيب. طبيب. ليش طبيب؟ أحب أعالج الناس. تحب تعالجهم؟ طيب الممرض أيضا يعالجهم، ليش ما تتمنى تكون ممرض؟ ممرض ما نفس الطبيب، لأن الطبيب يكون عنده خبرة أكبر، صح؟ أي أكبر. صحيح. ممرض للحالات البسيطة. جميل. ويعني طبيب عام ولا متخصص في شيء تتمنى؟ عام. تمام، إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتكون طبيب في مستشفى تنعم في عبرة، صح؟ لا. وين تريد تكون؟ في أي مستشفى؟ مستشفى السلطاني. مستشفى السلطاني، إن شاء الله، ليش لا؟ إن شاء الله. جميل جدا. في نهاية هذا الحوار الجميل معك هلال، أطلب منك حكمة. ازرع جميلا ولو في غير موضعه، فلا يضيع جميل أينما زرع. الله، بيت جميل جدا. ازرع جميلا ولو في غير موضعه، فلا يضيع جميل أينما زرع. ممكن تشرحها؟ أن نعطي الناس الخير، وجميل هذا الخير اللي قدمته للناس خير إليك أنت يعني. صحيح. هناك أيضا بيت شعر شهير شبيه بهذا المعنى، تعرفه؟ لا. للحطيئة، من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. جميل يا هلال، أنت رائع وأنا سعدت بالحوار معك. هلال بن داود بن سليمان الشملي، البلغ من العمر 11 عاما، الطالب بمدرسة عباد بن بشر بعبري. شكرا جزيلا. القارئ الصغير، القارئ الصغير، مع تحيات سليمان المعمري القارئ الصغير. إخراج سيف بن سالم الجرداني.